في هذا الفيديو الجديد على قناتي إن شاء الله سأقدم لكم مجموعة من المواقع الإلكترونية أو الموجودة على الإنترنت لجميع العملات الإلكترونية. هذه المواقع لدينا 6 مواقع إخوان، سنتطرق من خلال هذا الفيديو لتقديمها لكم وجمع العملات الإلكترونية وتكوين رأس المال للبدء في مجموعة من المواقع الاستثمارية. هذه منصة الكوين بوت إخوان، لمن لا يعرفها فهي منصة لجمع العملات الإلكترونية. هذه المنصة تقبل أن تجمع فيها العملات الإلكترونية وبالتالي تحويلها إلى منصة تداول من خلالها. هذه المنصة إخوان اسمها كوين بوت كما تلاحظون، هي تقبل مجموعة من العملات الإلكترونية، تقبل البيتكوين والبيتكوين كاش، وتقبل الدوج كوين واللايت كوين والبيتكوين داش. وهذه المنصة إخوان الجميل فيها هو أنها لديها توكن خاصة بها، يعني هذه التوكن ليست موجودة في المنصة الإلكترونية وإنما توكن موجودة في المحفظة فقط، وهذه التوكن سأريكم كيف سنستفيد منها إخوان. كما قلنا هذه المحفظة تقبل مجموعة من العملات الإلكترونية. لدينا مجموعة من المواقع سنجمع من خلال هذه العملات الإلكترونية. كما تلاحظون إخوان لدي في البالانس 177 ساتوشي من البيتكوين، 72895 من الداش كوين، بيتكوين كاش عفوا، و 9944. هذه يعني القيم الموجودة لدي في المحفظة إخوان الكوين بوت. الآن سنتطرق إلى المواقع التي سنجمع منها العملات الإلكترونية. يعني إن لم تكن لديك حساب على هذه المحفظة، الرابط ستجده أسفل الفيديو، تسجل في هذه المحفظة وسأعطيك كذلك الروابط للمنصات التي أو للمواقع التي ستجمع منها هذه العملات الإلكترونية وتحويلها على الكوين بوت. أول موقع إخوان هو سنجمع من خلاله البيتكوين كاش. البيتكوين كاش هي تساوي 700 دولار تقريبا في الكوين ماركت كاب أو أكثر. هذه العملة لديها مستقبل جيد وجيد جدا في سوق العملات الإلكترونية، فاجمعوا هذه العملة إخوان. كما قلت الموقع الأول وهو الذي سنجمع منه البيتكوين كاش، وهذا الموقع سأترك لكم الرابط في الديسكريبشن. هذا الموقع قلنا عليك إخوان وأن تسجل فيه بالجيميل الذي تسجلت به في الكوين بوت. هذه إشارة مهمة إخوان، يعني هذه المنصة إخوان في التسجيل فيها سهل، تدخل الإيميل اليوزر نيم والباسورد وإعادة كتابة الباسورد ثم تضغط ريجستر. يعني طريقة سهلة للتسجيل في هذا الموقع. إن لم تعرف التسجيل فيه فكل ما عليك كتابة العنوان في الديسكريبشن أو في التعليقات وسأجيب على السؤال الخاص بي. يعني الجيميل الذي سجلتم به في هذه المنصة ستضعونه في هذه الموقع. يعني هذا الموقع يعني يطلب منك الجيميل الذي سجلت به في الكوين بوت، تضع نفس الجيميل وتدخل الى الموقع. كما تلاحظون هنا لدي فوسيت، لدي ريفر، لدي اوفر، لدي ساين اوت، يعني عند الخروج. عندما تدخل اخوان هذا الموقع يجمع لك اوتوماتيكيا العمله اوتوماتيكيا، يعني تضع الجيميل وتدخل الى الموقع وهو يجمع اوتوماتيكيا. كما لاحظتم هو قد جمع 178 اوتوماتيكيا، لم افعل اي شيء، تركت الموقع وذهبت وهو جمع لي هذا الاي. يعني كملاحظة إخوان هذه المواقع التي سأريكم كلها فهي تقبل السحب عليها كل 5 دقائق، يعني كل 5 دقائق يمكنك الدخول إلى جميع هذه المواقع الإلكترونية التي سأريكم والسحب منها على محفظة الكوين بوت. يعني هذه مجموعة من الإشارات. يعني للسحب إخوان أضغط على كلين ناو، لاحظوا إخوان وأتاني بكاباتشا، سأحل هذه الكاباتشا فقط وسأسحب وهو يسحب أوتوماتيكيا كما قلت على محفظة الكوين بوت. إخوان لاحظوا إخوان وأضغط على كلين، يعني انتظر ليقول لي السحب قد سحب الى محفظه الكوين بوت. لاحظ اخوان قال لي فوسيت كليم سكسفول، يعني هو سحب مباشره على محفظه الكوين بوت. لاحظ اخوان يعني انا سحبت البيتكوين كاش. لاحظ اخوان ساذهب الى محفظه الكوين بوت. لاحظ اخوان لدي 72895، اضغط ريفريش سارى ماذا فعل او اضاف لي القيمه او اضغط ريفريش فقط، انتظر ليعمل ريفريش. لاحظ هذه القيمه، لاحظوا إخوان كما تلاحظون أصبحت 73142، يعني سحب لي على البيتكوين كاش. هذا الموقع الأول، لاحظوا إخوان أضغط كليك، لاحظوا هو يجمع أوتوماتيكيا إخوان، يعني 2 ساتوشي. إن أردت أن أسحب يقول لي، لاحظوا إخوان هنا ماذا يقول، يناس ويت أت ليست 5 مينت بتوين كليمز، يعني ستنتظر 5 دقائق بين السحب والسحب. يعني هذا هو الموقع الأول، سأترك لكم الرابط في الديسكريبشن. يعني نخرج من هذا الموقع وندخل إلى الموقع الآخر وهو المون داش، وهو لجمع عملة الداش كوين. نفس الطريقة إخوان، التسجيل فيه سهل، تضغطون أو تدخلون الجيميل الخاص بكم الذي سجلتم به في الكوين بوت وتضغطوا على كليم ويجمع أوتوماتيكيا كذلك. نحل هذه الكاباتشا ونضغط كليم، وسأريكم خاصية رائعة في محفظة الكوين بوت إخوان.
فقد تابعوا الفيديو إلى الآخر. هو قال لي كذلك فصلت كليم ساكسفا يعني قد سحب، يعني سأخرج من هذا الموقع مباشرة وأتوجه إلى كوين بوت وأعمل ريفرش. لاحظوا كم الذي 1944 في الداشبورد إخوان، أضغط ريفرش، لاحظوا إخوان أصبحت 2209 من الداشكوين. لاحظوا إخوان السحب مباشرة. الآن سنسحب على البيتكوين الموقع الثالث وهو المون بيتكوين. المون بيتكوين كذلك تسجلون بالجيميل سجلتوا به في الكوين بوت نفس طريقة التسجيل. أضغط على كليم ناو، لاحظوا إخوان أضغط على هذه الكابتشا أحلها وأضغط سبمايت. عند الضغط على سبمايت إخوان هو لاحظوا إخوان البالانس أصبح، انتظر لكي يحمل الصفحة، لاحظوا البالانس أصبح 0 ساتوشي وهو يعد لي التواني والدقائق والساعات، يعني يمكنك انتظار فقط 5 دقائق وتسحب على المحفظة. هذا هو الموقع الثالث إخوان. يعني أريد أن أشير إلى إشارة قبل الاستكمال هذا هذه المنصة أو المواقع كلها. لاحظوا إخوان كما قلت هذه المحفظة كوين بوت لديها توكن خاص بها إخوان، لدي التوكن الخاص بي الآن الذي جمعت لأني أحول هذا التوكن إلى بيتكوين كاش إخوان، كما تلاحظون لدي فقط 384. لاحظوا إخوان يعني الآن سحبت على هذا الموقع ولم أعمل ريفريش بعد. لاحظوا إخوان عندما تسحب من كل موقع من هذه المواقع فهو يضيف لك 3 توكن من هذه العملة الخاصة بالكوين بوت للبالانس الخاص بك إخوان. كل موقع سحبت منه يضيف لك 3 توكن إلى البالانس الخاص بك. لاحظوا إخوان أنا سحبت كما قلت على هذا الموقع ولم أعمل ريفريش. لاحظوا إخوان سأعمل ريفريش الآن، ستلاحظون أنه سيضيف 3 إلى هذا البالانس. أعمل ريفريش فقط، لاحظوا إخوان أصبحت 351 كما قلت. هذا الموقع سحبت منه وعملت ريفريش وأصبح البالانس الخاص بك. كما قلت هذا هو الموقع الثالث لسحب البيتكوين. الآن سننتقل إلى الموقع الذي سنسحب منه الدوجكوين، وهذا هو الموقع وهو اسمه مون دوجكوين. يعني أضغط على كليم نفس طريقة تدخل إيميل وتتركه يعني يجمع أوتوماتيكيا. لاحظوا إخوان كم مرة من الوقت، مرت 20 ساعة 58 29 ثانية قد جمع 0.27. ملاحظة أخرى إخوان أنه كلما طال الوقت يعني كلما يصبح هذا العدد يعني صعب في أن يصعد، يعني كل ما سحبت قريبا في الوقت كلما تكسب مجموعة من هذه العملات. أضغط على كليم إخوان، هو سيأتيني بكابتشا سأحلها، لاحظ إخوان كما قلت، وأضغط على كليم. لاحظوا إخوان يعني الشيء الذي أريد منكم أن تلاحظوا هو يضيف يعني 3 توكن، يعني كما قلت هو يضيف 3 توكن إلى البالانس الخاص بي هنا ويضيف لي القيمة الذي وعدني بها في الدوجكوين. لاحظوا إخوان سأعمل ريفريش الآن كما قلت لكم سحبنا على هذا الموقع، سأعمل ريفريش شيئا ستلاحظون أنه سيضيف لي البالانس الموعود في الدوجكوين وسيضيف لي 3 توكن على العملة الخاصة بالكوين بوت. أعمل ريفريش فقط، لاحظوا هذا هاتين الاثنين، أعمل ريفريش فقط يعني مباشرة بدون مونتاج وبدون أي شيء. لاحظوا كم أصبح البالانس الدوجكوين، أصبح 2.52 وأصبح الكوين التوكن الخاصة بالكوين بوت أصبح 354. هذه ميزة جيدة جيدة جدا، وسأريكم كيف سنستفيد من هذه العملة إخوان. هذا هو الموقع الرابع كما قلت. الموقع الخامس هو لسحب اللايت كوين نفس الطريقة إخوان، ولا الإيميل وترك الموقع يسحب أو يجمع لوحده. أضغط على كليم ناو وأنتظر أن يأتيني بالكابتشا. لاحظوا إخوان أتاني بالكابتشا على هذا الشكل، وأضغط سبمايت، هو سيسحب لي هذا المبلغ 802 ساتوشي على اللايت كوين ويعطيني 3 توكن من العملة. يعني أقفل هذا الموقع لجمع اللايت كوين، ستجدون جميع الروابط في الديسكريبشن إخوان. لاحظوا إخوان هو يجمع لي اللايتوشي كما تلاحظون، 1 لايتوشي في 10 ثواني، 2 لايتوشي في 15 ثانية، يعني لاحظوا إخوان 3 لايتوشي في 22 ثانية فقط. مواقع جيدة وجيدة جدا. هذا هو الموقع الخامس. الموقع السادس والأخير وهو يعني بيتفان. هذا البيتفان هو نجمع منه عملة البيتكوين. لاحظوا إخوان يعني هذا الموقع ستجدون الرابط خاص به في الديسكريبشن كذلك، تضغطون على يعني للتسجيل في هذا الموقع إخوان، وأنكم ستدخلون الإيميل الخاص بكم والباسورد وتذهبون إلى الإيميل وتفعلون هذا الموقع. هذا الموقع يعني يطلب التفعيل من الجيميل الخاص بكم، يعني تدخلون إلى الموقع تضعون الجيميل والباسورد لإنشاء حساب، بعد إنشاء حساب تذهبون إلى الجيميل لتفعيل الحساب وتدخلون على الموقع بطريقة سهلة. كإشارة إخوان الجيميل الذي ستسجلون به في هذا الموقع هو الذي سجلتم به في الكوين بوت.
يعني بعد الضغط بعد الدخول للحساب ويجمع كل 5 دقائق يمكنك استغلال الوقت لسوف اضغط على كليم ناو واحل هذه النوع من الكابتشا. انتظر لحل الكابتشا. لاحظوا اخوان واضغط على كليم. لاحظوا اخوان اقال لي يعني فرصه كليم ساكسفون. يعني هذه هي المواقع السته. ارجع الى الكوين بوت. لاحظوا اخوان سأعمل ريفريش سيزداد يعني البالانس خاص باللايت كوين وسيزداد البالانس خاص بالبيت كوين وستزداد العمله هنا. اعمل ريفريش فقط اخوان. لاحظوا اخوان بعد عمل ريفريش اصبحت 360 التوكن اصبحت 212 في البيت كوين واصبحت 53593 في اللايت كوين. هذه جميع المواقع اخوان، ستجدون الروابط الخاصه بها في الديسكريبشن. ادخلوا واجمعوا من هذه المواقع وانشئوا حساب على الكوين بوت، لان هذه المواقع كلها تقبل السحب على الكوين بوت فقط. يعني الان ستوجه الى الموقع ويعني اريكم الخاصيات المميزه لهذه المنصه الكوين بوت. هذه المنصه اخوان اول ميزه وهي كما تلاحظون فهي لديها عمله خاصه بها هنا. هذه العمله يعني غير موجوده في المنصات للتداول، هي موجوده على الكوين بوت فقط. ثاني شيء وهو ان لديه عملات مهمه في السوق، يعني هذه العمله بيتكوين، بيتكوين كاش، داش كوين، لايت كوين، دوش، عملات جيده وجيده جدا. ثالث شيء وهو ان هذه المنصه تقبل الاكستشينج بين العملات الموجوده فيها، بمعنى ان يمكنك يعني ان كنت تهتم بعمله فقط يمكنك يعني صرف هذه العملات كلها للعمله المهتم بها. مثلا اخوان انا اهتم بالبيتكوين كاش كما تلاحظون لدي 73 ألف. يعني ان اردت ان اسحب يعني او احول البيتكوين الى بيتكوين كاش فيمكنني، يعني انا ساجرب يعني هذه العملات كلها ساحولها الى البيتكوين كاش كما تلاحظون. والميزه الرابعه هو ان هذه التوكن فهي لديها قيمه جيده بالنسبه لجميع هذه العملات، بمعنى انني للتحويل اخوان ساضغط على هذه الايقونه واختار convert token to يعني تحويل العمله الى. لاحظوا اخوان سيعطيني صفحه للتحويل. هذه هي الصفحه اخوان، الخانه الاولى وهو يقول لي convert to يعني العمله التي تريد ان تسحب عليها، اختار البيتكوين كاش. وهنا يقول لك بما اننا نريد تحويل العمله الموجوده في او الخاصه بالكوين بوت الى بيتكوين كاش ادخل القيمه هنا. يعني انا لدي 360. واحد الاخوان هنا يعطيني يقول لي كم سيعطيك من البيتكوين كاش. واحد الاخوان سيعطيني 5046 من البيتكوين كاش. هنا في الخانه الثالثه ادخل الباسورد الخاص بي واضغط على convert. هنا يقول لي convert conversion confirm conversion بتاكيد تحويل. اضغط على اوكي واضغط على كلوز. لاحظوا اخوان اضغط على ريفريش ارجع الى الصفحه الرئيسيه. ولاحظوا اخوان قد يعني عمل لي تحويل من العمله الى عمله البيتكوين كاش، ونفس الطريقه على جميع العملات ان اردت تحويل جميع العملات الى عمله البيتكوين كاش. نعيد نفس الكره اخوان على البيتكوين، يعني نعمل هنا convert بيتكوين كور 2 نفس الطريقة اخوان. انا مهتم بعملة البيتكوين كاش احولها جميع العملات، وهذه خاصية جيدة بالنسبة لعملة او منصة الكوين بوت. اختار هنا العملة التي اريد ان احول لها، اختار بيتكوين كاش وادخل القيمة الموجودة لدي او التي اريدها او اريد تحويلها الى البيتكوين كاش. يعني لدي هنا 212. هو يقول لي ساعطيك 1844 من البيتكوين كاش مقابل هذه القيمة من البيتكوين. ادخل يعني الباسورد الخاص بي واضغط على convert. يقول لي confirm conversion واضغط على close. قد قام بالاكستشينج. لاحظوا اخوان اصبح البالانس هنا في البيتكوين صفر واصبح في البيتكوين كاش 80030 ساتوشي من البيتكوين كاش. هذه هي الطريقه يعني المستعمله للربح من هذه المنصه. منصه جيده تسجلوا فيها. لديكم المواقع لجمع العملات الإلكترونية، تسجلوا في هذه المواقع إخوان. الروابط كلها ستجدونها في الديسكريبشن تحت الفيديو. ادخلوا وسجلوا في هذه المواقع وفي هذه المنصة واجمعوا رأس المال. العملات الإلكترونية متدنية إخوان، والبيتكوين هو يعني يترى أو يقول المختصون في العملات الإلكترونية أنه سيصل إلى 60,000 دولار في المستقبل، والبيتكوين كاش ستصل إلى مبلغ مهم ومهم جدا، بالإضافة إلى الإيثيريوم. في القناة الخاصة بنا يعني أنا شارح أو لدي مجموعة من الشروحات على القناة،
لمجموعة من المنصات ولمجموعة من المواقع لجمع العملات الإلكترونية. أنصحكم إخوان بالدخول إلى القناة ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بالمواقع الربحية لربح العملات الإلكترونية. فرصتكم إخوان هو جمع العملات الإلكترونية. عند الارتفاع تابعونا وتجمعون رأس المال الخاص بكم، ولكل إنسان حر بما سيجمعه. يعني أنا فقط أريد منكم أن تستغلوا هذه الفرصة. هذا كل ما في الأمر إخوان. إن كنت أول مرة تشاهد الفيديو فأعمل اشتراك في القناة بالضغط على الأيقونة الحمراء سبسكرايب أبوني أو اشتراك على حسب اللغة الموجودة لدي، وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد نرفعه على القناة. ثاني شيء وهو أن تساعدنا أو أن تضغط على زر لايك لتشجيعنا على تقديم المزيد. وثالث شيء إخوان هو وضع بعض الكومنتات. إن كانت لديكم استفسارات فكل ما عليكم أن تكتبوا في التعليقات في الأسفل وأنا موجود لكي أجيبكم على جميع التساؤلات. ولا تنسوا يعني عمل شير أو اشتراك يعني بارتيسيبي الفيديو لكل أصدقائكم إن رأيتم في هذا الفيديو استفادة وأردتم أن تجعلوه يعني في متناول الناس المهتمين بالعملات الإلكترونية. هذا كل ما في الأمر إخوان. إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.